خلال 48 ساعة، 48 ساعة من الحماس والتحدي والإنجاز. خلال 48 ساعة يا فائز أو فائز، خلال 48 ساعة إفادة واستفادة. كلنا خلال 48 ساعة. ساس 48 هي انطلاقة متميزة جدا للشباب للمشاركة بأفكارهم ومشاركة باقتراحاتهم وأيضا المشاركة بأعمالهم سواء كان في مجال التصميم أو البرمجة أو التسويق أو حتى مجال إدارة المشروعات. يعني هي فرصة للشباب الحين إنهم يقدموا يعني مشاريعهم، يقدموا أفكار جديدة، يقدروا يطوروا من مجتمعنا. الطاقات الشبابية تبحث على من رعى هذه الطاقات، تبحث على من يحتضنها، تبحث على من يدعمها، فمسابقة ساس تعتبر مثل ميدان، هذا الميدان احتضن هذه الطاقات، جمع هذه الطاقات على أرض واحدة، فمثل ما نعرف معنا الديزاينر، عندنا البروجرامر، عندنا الماركتينج، عندنا البروجكت مانجر، عندما يجتمع هؤلاء الأشخاص في تيم واحد أكيد بيكون هنالك إنجاز عظيم من هؤلاء الأشخاص، فنتمنى إن شاء الله الفوز والتوفيق للجميع. I would like first to thank all of you, and this is without all of you, SAS 48 will not be here.